السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني سؤال سألته لأحبابي على الفيس من كام يوم كده، هو ليه الكيمياء غدارة؟ أنا كنت متوقع إن هلاقي إجابات، بس للأسف كان كل اللي أنا لقيته رياكشنات، ورياكشنات كلها زعل، بالذات للناس اللي خلصت ثانوية عامة ودخلت كلية، فواضح إن الكيمياء غدرت بيهم. خدوا بالكم، لما أنا بسأل أسئلة زي كده مش بيبقى قصدي إن أنا أهزر أو إني يعني انزل اي حاجه كده على الفيس ونشوف الرياكشنات بتاعت الناس، لا لا، انا بيبقى في حاجه في ذهني عايز اقولها للطلبه، وببقى عايز استفيد من رايي، سواء التيتشرز او سواء اولياء الامور او سواء الطلبه السابقين او حتى الطلبه اللي دلوقتي في اولى او في تانية او في ثالثه ثانوي. فالفيديو ده ليه الكيمياء غداره، انا مش بقوله عشان خاطر نضحك مع بعض وخلاص، قد ما عايز اوصل لنقطه تنفعك انت في مذاكره الكيمستري بالذات. والمره دي مش هقول بقى على البيولوجي، دي احنا دي الادبي بتاعتنا، وخدوا بالكم الفيزيكس والماث اهم حاجه، لان في بعض الناس اللي بيحبوا البيولوجي زعلوا مني المره اللي فاتت. انا مش قصدي انتقاص من البيولوجي والله، بس كل ماده وليها اشكالياتها. الكيمياء ليه غداره، هتعرف لما اقول لك مثلا المواد الثانيه. لو اتكلمنا عن الماث مثلا، فالماث مشكلته في ان هي مادة جامدة، مش مرتبطة قوي بانك تعرف تنزلها على ارض الواقع. طبعا المسائل بتاعت الماث بتاعت الاطفال سهلة، تقول مثلا انت معاك 10 جنيه، فروحت اشتريت مصاصة ب2 جنيه، فاتبقى معاك كام؟ ماشي، لا مش هي دي الفكرة. انا بتكلم على الماث اللي هي بقى بتاع ثانوي، بقى بنتكلم على التفاضل والتكامل وبنتكلم على الجبر والحاجات، مثلا انك يبقى عندك براكت مثلا اكس سكوير بلس واي سكوير ماينس دي سكوير، والكلام ده كله كيوب. يلا وريني بقى هتفكه مثلا لكام براكت، عامل ازاي. فالنقطه في الماث ان انت لو عرفت تتخلص من الجمود بتاع الماث، فالماث عمره ما يتغير ابدا. يعني فكره ايه، انك تبقى مستوعب القوانين وخلاص، هتطبق على القوانين وخلاص. الفيزيكس ما بين الماث وما بين الكيمستري، لان الفيزيكس بيبقى في حاجات كتير قوي ممكن تطبقها ويعني تحط لها مثال من حياتك العمليه، بس في قدر من الصعوبه في فهم بعض الاشياء في الفيزيكس الخاصه، مثلا الفرق بين السبيد. انا فاكر الحاجات دي بتاعت مثلا ثالثه اعدادي، بس لحد دلوقتي بالنسبه لي محتاج حد يقول لي طب فهمني كده، يعني ايه ادي السبيد، ادي الفيلوسيتي، ادي الاكسلريشن، بس فهمني ايه الفروق بينهم والدنيا كلها تمشي سالكه معايا باذن الله. بس لو فهمت الفروق بينهم هتلاقي ان مفيش تغيرات في القوانين اللي بتطبق عليها. يعني الفيزيكس محتاجه بس انك تستوعب الفروقات بين الحاجات، ايه الانتنستي وايه الريزيستنس وايه مش عارف ايه. فهمت الكلام ده كله وعرفت تستوعبه، وممكن البيستر يديك يعني امثله حيه مثلا، هتلاقي الدنيا مشيت معاك في الفيزيكس. البيولوجي مشكلتها الاساسيه في الترمينولوجي. البيولوجي انتوا لو تشوفوا الولاد اللي في كليه علاج طبيعي لما بياخدوا اسماء العضلات بتاعت جسم الانسان، حاجه صعبه جدا، بس هي مجرد اسماء، بس حاجه صعبه جدا. لو عرفت ان انت تظبط الاسماء بتاعه الماسلز بتاعه الماسكولار سيستم، فخلاص يعني الموضوع، يعني انت عرفت اسماء العضلات فالموضوع بالنسبة لك انتهى. فالصعوبة في انك تتعامل مع البيولوجي، مع الترمينولوجي بتاع البيولوجي، بس البيولوجي بالذات عشان داخل مع الحياة بتاعتنا اكتر، سواء في جسمنا او في النباتات او في الحيوانات او كده، فبيبقى شيق على فكرة. وبعدين بتعرف تتدبر في خلق الله تبارك وتعالى، فممكن انت تستفيد من البيولوجي جدا في مسائل التدبر، يعني دينيا. يعني مشكله الكيمستري في ايه بقى لو بنقول ان الكيمياء غداره؟ الكيمياء يا جماعه هي الستادي اوف ماتر اند تشينجز ان ات، يعني دراسه الماده والتغير اللي بيحصل في الماده. الماده ربنا خلقها متغيره ومتنوعه جدا، وكذلك الكيمستري لمن تدبر في الموضوع. الكيمستري مش هقول صعب انك تفهمها، يعني اظن ان الكيمستري في الفهم اسهل من الفيزيكس. المشكله في ايه بقى، ان الكيمستري غداره من ناحيه انك كل ما تظبط خلاص بقى انت فهمت القصه ايه، تيجي بقى الاكسبشن كيسز. مشكله الكيمستري في الاكسبشن كيسز اللي يمكن مش موجوده بالكثره دي، مش بقول ان هي مش موجوده، بس مش موجوده بالكثره دي ولا في الفيزيكس ولا في الماث ولا في البيولوجي، ان انت كل ما تظبط دماغك على ان انت فهمت نقطه معينه، تعالى بقى الا في حاله كذا بيحصل كذا، والا في حاله كذا بيحصل كذا. زي ما انتوا لو انا هتكلم مثلا على
تانية ثانوي بالذات احنا زهقنا في تانية ثانوي خلاص بقى فهمت الايونيزيشن انرجي انما في اكسبشن كيس في حالة كذا وفي حالة كذا وفي حالة كذا. طيب مثلا في الترم التاني هنشتغل على الاوكتيت رول، هقول لك ان ربنا خلق الدنيا دي كلها ان الاتومز كلها عايزه يبقى عندها 8 الكترونز في الاوتر موست الا في حاله كذا وحاله كذا وحاله كذا وحاله كذا وحاله كذا، وهنلاقي حاجات فوق الثمانيه وحاجات تحت الثمانيه. هي دي مشكله الكيمستري. طيب هقول لك مثلا ايه، والله الايونيك كومباوند بيبقى معمول ما بين الميتال والنون ميتال الا في حاله كذا، مع ان ده ميتال مع نون ميتال انما مش بعتبره ايونيك انا بعتبره كوفالنت. فدايما هتلاقي دي مشكله الكيمستري. فازاي استفيد من سؤال الكيمياء غداره؟ ده هيساعدك في مذاكره الكيمستري انك وانت داخل على اي باب من ابواب الكيمستري تبقى حاطط في دماغك هي فين الاكسبشن كيسز اللي انا عايز اركز عليها، لان في الغالب اللعب كله بيجي في الحتت دي. فده النقطه اللي انا كان دي كانت فكرتي في فكره ان الكيمياء غداره، ان انت كل ما احطك على التراك بتاع انك فهمت بقى الفكره دي اللي كعبلنا هي الاكسبشن كيسز. فدايما وانت بتذاكر كيمستري دور على بعد ما تفهم القانون دور على ايه الحاجات بقى الاكسبشن بتاعت القانون دي، لان في الغالب هتبقى دي موضع السؤال وفي الغالب هتبقى دي الحتة اللي انت لو اتقنتها يبقى اتقنت الباب ده، وساعتها لو زبطت الموضوع ده بالنسبة لك ان شاء الله الكيمياء مش هتبقى غدر. اشوفكم فيديو تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.